بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سماحة السيد مجلس إدارة جمعية النعيم الخيرية، يتمنون لكم الصحة والسلامة والعافية، ويسألون الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بكم وببقائكم وبنوركم وبعطائكم. سيدنا، لقد فرحنا بعودتكم سالما إلى ربوع هذا الوطن، سيدنا أنتم عماد هذه الأرض، أنتم الروح التي تقوينا على العمل التطوعي الخيري، ونستمد من عطائكم سائلين الله سبحانه وتعالى أن يمتعكم وأن يرزقكم العطاء في قربة لله تعالى، وأن يمن على جميع المؤمنين والمؤمنات بالشفاء العاجل، وأن يرزقنا ولاء أهل بيت محمد واتباع العلماء الأفاضل، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.